لا تجي تقول أنا أوالي من والاكم، عدل سلم لمن وحرب لمن. إنزين تفضل، جارك قال ده جاري دي كل يوم وقف سيارته على الكراج ومنها قطعته، ثاني ما دريت دي كل يوم طالع على جنب الإشارة وحقت عليه، ثالث أخوك ابن أمك وأبوك قال عجل يصرخ علي ويكلمني كذي، ما بعد الله حضرت حتى جوال محظوظ. سبحان الله، عدل له وحاقد على فلان وحاقد على فلان وحامل على فلان وسب فلان وفلان، وبعدين يقول في الزيارة سلم لمن سالمكم. كذاب كذاب، لأن أنت مو صادق. ولهذا احنا نقول لك صف نفسك وتعال، لا تقول سلم لمن سالمكم وانت حاقد على نص البلدة. عدل، هذا مزبر عليك وهذا مكلمنك. لا يا حبيبي، لما تقول كلام الثبت مو تقول حرب لمن حاربكم وانت تسالمهم، وسلم لمن سالمكم وانت تحقد عليهم. انتبه، ان شاء الله واضح. الولاية ميزان وجناحين، جناح براءة وجناح ولاية لأحبابهم، مو بس هم حتى أحبابهم. وانتبه من تشوف واحد موالي يقول أشهد أن عليا ولي الله ويخطأ في حقك، قول ويش في لحية أمير المؤمنين، كرامة لها اللحية البيضاء الطيبة الطاهرة، لأن حبك يا أمير في قلبه أنا عافي عنه. تعلم تعلم أن تعفو كرامة لعلي بن أبي طالب. قد هو يمكن تقول ما يستحق العفو يا سيد، بس علي ما يستحق؟ جاوب، يستاهل لو ما يستاهل أبو حسين؟ يستاهل، سوى اللي ما أحد يسوي من أجلنا، ما يستاهل منا أعفي عن واحد غلط علي؟